انطلاقة ناجحة مميزة لمنتدى البحرين الدولي للحكومة الإلكترونية، الذي جاء تأكيدا على ما حققته مملكة البحرين من إنجازات ساهمت في تقديم قيمة مضافة وأحداث تغير جذري في طريقة التواصل بين الحكومة والمواطن والمقيم. إن الانطلاقة الناجحة لهذا المنتدى تأتي شبيهة لبرنامج مملكة البحرين في هذا المجال، الذي بدأ ببرنامج محلي طموح، والذي لم يكن لأحد أن يتصور تحقيقه في فترة وجيزة، حيث استطاعت البحرين وبتوفيق من الله وبجهود حكومتها وأبنائها المخلصين أن تنجز الكثير في وقت قصير، وأن نصبح من الرواد في المنطقة. يشهد على ذلك تقرير الأمم المتحدة الذي وضع مملكة البحرين في المركز 13 عالميا والثالث آسيويا والأول عربيا وعلى مستوى دول المنطقة والشرق الأوسط، وذلك في عام 2010. الحضور الكرام، إلى دول العالم أجمع قد اتفقت خلال القمة العالمية لمجتمع المعلومات في جنيف سنة 2003 وتونس 2005 على ضرورة بناء مجتمع معلوماتي عالمي جامع ذو توجيه تنموي يضع الإنسان في صميم عملية التنمية المستدامة. وقد باشرت مملكة البحرين بتنفيذ هذا التوجه العالمي في هذا المجال من خلال الاستثمار في مجال تقنية المعلومات والاتصالات واستغلالها الاستغلال الأمثل لتطوير ما يقدم من خدمات للمواطنين الذين وجهت البحرين جل اهتمامها لخدمتهم من خلال تسخير كافة الإمكانيات بما في ذلك تقنية المعلومات والاتصالات. افتتح سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات منتدى البحرين الدولي للحكومة الإلكترونية 2011. طبعا السنة المميز ربما ان احنا عندنا ثلاث جوائز مرافقة مع المنتدى، جائزة تميز لكل سنة تقام، جائزة بحرين المحتوى الإلكتروني عادة تكون في وقت مختلف كل سنتين، وعندنا جائزة العربية للمحتوى الإلكتروني. يهدف برنامج الحكومة الإلكترونية لجعل حياة المواطن والمقيم أفضل وأسهل من خلال اختصار الإجراءات، ومن هذا المنطلق قامت مملكة البحرين بتسخير كافة الإمكانات التي توفرها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. معرض البحرين للتقنية المعلومات الذي جاء هذا العام متنوعا في طرحه لآخر مستجدات التقنية في مجالات الاتصالات وبتركيبته المتميزة في استقطاب الشركات المختصة في تقديم الاستشارات التقنية. وخلال السنوات الماضية حرصت الحكومة الرشيدة على تشجيع الابتكار من خلال تخصيص جائزة البحرين للمحتوى الإلكتروني إلى جانب الجائزة العربية للمحتوى الإلكتروني تقديرا واعترافا من الحكومة لما بذله المتميزون من جهد وما قدموه من أعمال تتميز بالابتكار والإبداع.